السلام عليكم. حبيت أبدأ بأكتر من حاجة عشان أكون الجملة بالإنجليش، بس قلت أبدأ بالpreposition يعني اللي هي حروف الجر، اللي هي أبسط حاجة في الجملة، رغم إنها مش في أول الجملة، بس أوكي من الحاجات البسيطة اللي يا ريت نبدأ بيها في البداية. prepositions يعني حروف جر، سواء كانت للمكان أو للزمان. تمام، رسمها لكم سمكة من غير أي حاجة، عشان بقى هنعمل لها بقى زعانف وحركات وتكات كل فترة. احنا بادئين بالبداية، هناخد أول شكل on. زي ما شايفين there is a living room، وعندك دي حجرة معيشة، وده ولد اهوت he is sitting on the couch، the dog is on the couch، the books are on the shelf. تمام، يلا بينا على in. زي ما شايفين there is a beach، هنا شاطئ. the man is lying in lying under the umbrella، تحت الايه الشمسية. the his slippers are under the bench، وكمان السليبرز الشباشب بتاعته تحت الايه البنش. عندك هنا كمان there is a town little town، مدينة صغيرة. in front of يعني امام. there is a bench in front of the town of the building. وعندك هنا ديت زي ما شايفين it's an office room، حجرة مكتب. across from، والولد دوت قدام الايه البنات دول في اتجاه معاكس. he is across from them، يعني هو امامهم. بعد كده عندك كمان there is a living room، بس والراجل ده جايب شوية مشتريات. there is، هنقول there is للبريد، yes لانه بيتجمعش. there is a bread in the bag، there is a bread in the bag، يعني في خبز في الحقيبة. عندك هنا ناس كتير جدا في شركة. this is my father، he is next to me، she's my mother، she's next to me also، يعني او to، يعني هي معاها مامتها ومعاها باباها جنب بعض. انتوا شايفين هنا that's a campsite، campsite يعني مخيم. تمام، وانا هنا بقصد بيها حرف جر near. we are near the campsite، احنا جنب الcampsite. near هنا يعني بجانب او بالقرب من، مش next to. هنعمل شوية سيرش كمان، حبيت افصلكوا بس مش اكتر، وندخل على حاجة اسمها، هسكت انا عشان ده is above. زي ما شايفين جبل وحركات وتكات. وبص كده there is a cloud above the mountain، يعني في سحابة فوق الجبل. او مثلا يلا بينا نشوف الورك شيتس. انا عامله لكم هنا ورك شيتس وسايباها في الديسكريبشن. تمام، ودي كمان ورك شيت خاصه بال، اتفرجوا كده واشتغلوا. وده برضو او جنب الصوفة. next to، next to، on، on هي اللي هي فوق يعني على. in front of دي يعني امام اهيد. والله العظيم انتوا شطار شطار جدا. تمام، between between دي يعني باينة زي ما انتوا شايفين كده between. تمام، و behind اللي بعدها، ودي برضو little town او مدينة صغيرة. عندك هنا تقدر تشرح بقى the supermarket is in the library، زي مش عارف ايه وبيسألك يعني مثلا اول. وده market street، ده شارع السوق اهوت، وده south street شارع جنوبي، وده high street هو الكبير يعني. ادي السوبر ماركت، وجنب البابليك لايبراري اللي هي المكتبة العامة، يبقى ذا سوبر ماركت از، هنختار نيكست تو ذا لايبراري. هتقدر تكتب هنا وده تشتغلوا فيه برضو ات هوم. تمام، اللي بعده، ودي جميلة قوي برضو ليدل روم زي ما شايفين، وفيها شوية حاجات، وفي هنا يا اما يس يا اما نو. تعالى يلا بينا. ذا بوك is on the table، ادي تيبل اهيت ودي بوك، يس. طيب ذا
بول از ان بوت. طبعا از اون ولا از ان؟ از ان. نو نو. تمام. The skateboard, skateboard طبعا اللي هو لوحة تزلج, is under the bed. yes. ونكمل بقى. on ده حرف جر بيجي قبل ايام الاسبوع وقبل special days اللي هي الايام الخاصة وقبل التاريخ date وقبل day morning night, زي مثلا on Monday, on Friday morning اليوم, وبعدي morning أو evening أو night. My birthday is on June 10 أو 10th June. I'll travel on National Day اللي هو العيد القومي. حرف الجر in ده بيجي قبل the seasons of the year اللي يفصل السنة. Spring. The trees grow in spring. أو بيجي قبل السنين عموما. years. I was born in 1999. أو قبل month. months اللي هي شهور. I was born in 1989. زي بتقولها توي. the morning, the evening, the afternoon, the أي أجزاء اليوم يعني. ده بيجي قبلها برضو in. يعني مثلا I go to work in the morning. I go to work in the morning. طيب برضو the evening. I go to home. I go home in the evening. I go home in the evening. In the evening. طيب at. حرف جر at بيجي قبل الوقت, قبل الساعات, قبل time. I'll come back at 2 o'clock. بيجي برضو قبل festivals اللي هي الأعياد والاحتفالات. I'll meet you at the school festival. وبيجي قبل weekend اللي هو نهاية الأسبوع. We will travel at the weekend. وبيجي قبل noon اللي هو الظهر أو night. At night أو at noon. معنى afternoon بس طبعا بنقول in the afternoon. In the afternoon. لكن at night, at noon. برضو حرف جر at بيجي قبل مكان معين, زي مثلا we live at number 5 king فرح street. او مثلا بيجي في مكان صغير, at work, at school, at home, at the table, على الطاولة. at هنا جاي بمعنى على. under بمعنى تحت. the cat is under the table قلنا قبل كده, وقلنا in front of. تمام. قلنا ده كله حرف جر تو ده بيجي بعد منه كمان الحروف اللي هي الافعال الانفينيتيف اللي هي في المصدر. تمام. وان بمعنى في, وبمعنى في كان بمعنى in the country, يعني مثلا in Egypt, in Cairo, in bed في الفراش, in the building في لو في مكان معين او في مبنى. in a chair على الكرسي, ما يقولش on a chair, اقول in a chair. تمام. حرف جر on اللي هو بمعنى على, بس ساعات اقدر اقول on the internet, يعني لو انا على الانترنت بقول in the internet او in the on the internet. on tv, on time. on time يعني في الوقت المحدد. وكمان لو انا عايز اقول in time, in time دي اللي هو مش قوي, مش محدد قوي يعني. تمام. لكن on time يعني في الوقت المحدد بالظبط. تمام. كمان عندي above. above بمعنى فوق برضو, بس ده بيتقال لأعلاه ولا يلمسه. the lamp is above the table اللي هو lamp on the table. above the table او on the table يعني على. above بتساوي on. كمان في حاجة اسمها between. between ديت يعني بين, بين اتنين. اوكي. زي مثلا سماح is sitting between فاطمه and سلوى, يعني سماح between بين فاطمه and سلوى. و from, from يعني من. I'm come from, I come from Egypt, او I am from Egypt. تمام. في كمان مهمه قوي اللي هي to اللي احنا لسه قايلينها, خاصه بالانفينيتيف اللي بيجي بعد الفعل في المصدر. كمان بمعنى اتجاه لمكان, يعني مثلا I go to school every day.
انهيت قصة حروف الجر، والسلام عليكم.